وللمزيد معنا الصحفي السوري إياد الحجي، وهو عم الطالب سعد الحجي الذي قضى بقصف إعزاز أمس. مرحبا بك زميل إياد على شاشة حلب اليوم. يعني بداية باسمي وباسم قناة حلب اليوم نتقدم بأحر التعازي لكم ولأسرتكم، عظم الله أجركم ورحم الله فقيدكم. لكم جميعا ولا فاجعكم الله بعزيز. الله يسلمك استاذ، خليني اياكم. حياك الله. يعني حياك الله. يعني ادري ان يعني كلمات يعني تخرج بصعوبه منك وربما نثقل عليك اليوم، ولكن نريد يعني ان نسالك بدايه، حبذا لو حدثتنا عن يوم القصف وعن ابن اخيك سعد رحمه الله. والله يعني الكلام في هكذا مقام صراحة يعجز السائل، ولكن قضاء الله وقدره، فقضاء الله وقدره ومنيته مكتوبة. يعني سعد رحمه الله هو طالب هندسة ميكاترونيك، طبعا يعني نفوت يعني كما تعرفون أخ عمار، نعم، سعد أخويه الحارس وهمام استشهدوا في حلب في 2015 رحمه الله سابقا رحمهم الله. ولكن سعد حاليا من نزوح إلى نزوح إلى أن استقر هو وعائلته في عزاز، وهو طالب في جامعة حلب الحرة، طالب هندسة ميكاترونيك. مثل ما تعرفوا جميعا، ما بعرف إذا عرضتوا الفيديوهات أو كذا، القصف هذه المرة قلب مدينة عزاز، وكان يستهدف المشفى النسائي ويستهدف الحديقة وقبائل عدة. يعني فسبحان الله، يعني في قذيفتين سقطت إحدى القذائف حتى على حافلة أو تحت حافلة ركاب ولم يتأذى أحد وكذا. وكان يعني حتى المرحوم سعد تكلم مع أهله يعني وخبروا أنه الحمد لله ما في نشين، فجرت قذيفة في المكان الفلاني والمكان الفلاني وما في نشين سبحان الله. فعيادة الدكتور مروان الحمد أيضا مصاب حاليا، هي كانت قذيفة، كان التجأوا على صوت القذيفة فالتجأوا فيعني ذهبوا إلى قدر الله، لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، سبحان الله حسبنا هذا قدره. فشباب مثل الورد، للأسف يعني قدم الشعب السوري الكثير من زهوة وخيرة شبابه للأسف، واستهدف كثير من يعني خيرة شباب سوريا. بداية يعني لا أريد أن أطيل عليك كثيرا، بنصف دقيقة ماذا تريد أن تقدم، أو هل من رسالة تود أن توجهها باسم عائلة الفقيد عبر قناة حلبية؟ والله نعزي كل عائلات الشهداء وأهالي الشهداء وهذه القرابين من خيرة شبابنا ومن خيرة الناس. الشهيد أكرم الحسن هو صديق سعد وزميله في الكلية، شهيد من قرية النيرب في إدلب. يعني فاستهداف المدنيين من الميليشيات الإرهابية لا يسكت عنه، لا يسكت عنه، لا يسكت عنه. صحيح. يعني هذا تعازينا لكل شهداء سوريين. أشكرك جزيل. لا نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. أشكرك جزيل الشكر الصحفي السوري إياد الحجي، عم طالب سعد الحجي الذي قضى بقصف إعزاز. شكرا لك.